بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الإمارة. باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 78 بعد 804,000، قال: حدثنا إبراهيم عن مسلم. إبراهيم ابن سفيان روي صحيح مسلم، يروي هنا عن الإمام مسلم بالعنعنة، فإن هذا موضع أخذه عن الإمام مسلم بالإجازة وليس بالسماع، فإن إبراهيم بن سفيان يروي عن مسلم صاحب الصحيح، خلافا للأحاديث السابقة كلها ما بيقولش كده، يقول وحدثنا على طول على لسان الإمام مسلم لأنه أخذها سماعا من الإمام مسلم. أما هذا من المواضع القليلة، وهي أظن عدة موضعان أو ثلاثة في صحيح مسلم أخذها بالإجازة ولم يأخذها بالسماع، هذا منها. حدثنا إبراهيم عن مسلم اللي هو صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج، قال: حدثني زهير بن حرب. وده نبه عليه، لأنه لو كان على عادته المستقرة كان يقول حدثني زهير بن حرب على طول، لكن أراد أن ينبه أن هذا موضع أخذه بالإجازة ولم يأخذه بالسماع. قال: حدثنا إبراهيم عن مسلم قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الإمام جنة. جنة يعني وقاية، يعني تتقي به الفرقة والخروج عن الجماعة، وتتقي به الشقاق، وتتقي به مراعاة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وتتقي به أن تسير على هواك، بل يجب عليك أن تسير على مصلحة الناس، وعلى شكل إيه؟ وأن نطيعه على أثرة علينا لا على هوى عندنا، بل نؤثره على هوى أنفسنا لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لأن عادة العرب قبل الإسلام أنهم كانوا لا يطيعون إلا رؤساء قبائلهم، ولا انتماء له إلى غيرهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمة بغير عصبية، وأن يكون انتمائها للأمة مطلقا، وتكون طاعتها للإمام ولو كان من غيرهم، ولو كان من غير قبائلهم، ولو كان عبدا حبشيا رأسه كزبيبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما الإمام جنة، أي وقاية من عادات الجاهلية ومن الفرقة ومن غير ذلك، ومن هوى النفس وطلب الدنيا. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، لأن لولا الإمام ما كان هناك جهاد، فالجهاد بالسلاح لا يكون إلا من خلف إمام، فلو لم يوجد إمام فلا جهاد بالسلاح، ويكون الجهاد جهاد نفس فقط أو بالكلمة أو بتوضيح الحق، لكن لا يوجد سلاح يحمله مسلم إلا خلف إمام. أما يحمله بنفسه كده ويروح يجاهد يقول لك هجاهد، هذا جاهل لا يعرف آداب الجهاد في الإسلام، كمن يصلي جماعة بغير إمام لا تنعقد له جماعة، يصلي جماعة بغير إمام تنعقد له جماعة، كذلك من يجاهد بغير إمام لا ينعقد له جهاد. فلولا الإمام ما كان جهاد بالسلاح،
وبالتالي يبقى هو جنة ووقاية، وقاية من الجهاد الذي فيه فوضى ويتحول القتال في سبيل الله إلى قتل. فرق بين القتال والقتل. إذا كان خلف إمام يكون قتال في سبيل الله، وإن كان غير إمام يتحول إلى قتل، ولا قتل في سبيل الله أصلا، لأن الله يكره إزهاق الأرواح. قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يتقى به كما قلنا الفرقة، ويتقى به العدو، لأنه يكون للمسلمين شوكة إذا كان لهم إمام، فلا يتجرأ العدو عليهم فيجتاحهم. ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، يعني كان عليه منه وزر. باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تقودهم، تسوسهم يعني تقودهم، تقودهم سياسة في الدنيا وتقودهم سياسة في الروحانية والتربية، فكانت تجتمع فيهم سياسة الدنيا وسياسة النفوس والأرواح إلى الله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهلك يعني مات بلغة قريش، هلك يعني مات بلغة قريش. وجاء القرآن بلغة قريش قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك يعني مات بلغة قريش، بخلاف ايه اللغة العرفية الآن، هلك يعني راح في داهية، مات واستريحنا منه، يعني لا يقال هلك إلا إيه صفة للظالم إذا مات، هذه اللغة المعاصرة. أما لغة قريش الأصلية فهلك بمعنى مات، سواء كان صالحا أو طالحا، هلك بمعنى مات، وبالتالي نسبها إلى النبي هنا. قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما، وهناك بعض من قال من الأنبياء من أهل العربية والإسلام العلماء قال وصف الهلاك لا يوصف به إلا موت الظالم، وهذا الحديث يرد عليه، لأن النبي هنا قال كلما هلك نبي، ورد على الآية اللي في القرآن قالوا إيه فلما هلك على سيدنا يوسف حتى إذا هلك في سورة غافر، قالوا أنه قالها مؤمن آل فرعون على سبيل التمويه، على سبيل التمويه عن إيمانه، قال على سبيل التمويه ولم يقل على سبيل، كأنه يخفي إيمانه، وقال فلما هلك يعني، يعني بيستبعد أن يكون من يؤمن بغير فرعون يعني، فقال على سبيل التمويه ولم يقل على سبيل إيه الحكاية. ولكن الراجح أن هلك بمعنى مات، وقد استعملها النبي باستعمال القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى في هلك مذهبان، مذهب أنها تكره بغير الظالم، ومذهب آخر وهو الراجح أنها يوصف بها الموت مطلقا سواء كان للظالم أو للصالح. إن امرؤ هلك، وإن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني مات برضه. يبقى الراجح ان هلك يوصف بها ايه الصالح والطالح بالموت على سبيل اللغة، لغة قريش. قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي
وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فعلى المسلم أنه يوفي ببيعة الخليفة، وهذا الخليفة إما أن يتولى الخلافة بالشورى أو يتولاها بالغلبة والقهر. على أي وجه تولاها نوفي له بالبيعة حتى لا تستمر الفرقة والقتال والنزاع على الملك فيهلك المسلمون، من باب درء المفاسد العظمى بالمفسدة الأقل، لأن المفسدة العظمى هي التنازع على السلطة، واستمرار التنازع على السلطة يؤدي إلى الفوضى التي يعني يعاني منها المسلمون الآن. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثر يعني يؤثرون أنفسهم بالحقوق وأموال الناس ولا يعطون للناس حقوقهم، يؤثر أقاربه يؤثر نفسه ولا يؤثر ويأخذ حقه وفوق حقه، يعني أنانية وظلم. وهذا الذي حدث كما أخبر النبي بالضبط، ويعاني المسلمون منذ قرون، وتأتي القرون تلو القرون، وكلمة النبي ما زالت صادقة وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني تعرض تصرفات هؤلاء الحكام على الشرع تجد أنها منكرة. قالوا يا رسول الله كيف تأمر؟ من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني ما تخرجوش عليهم، تطيعوا في المعروف وتسأل ربك فيما ظلمك، يا رب رد إلينا مظالمنا، وتطيعوا في المعروف لحد ما ربنا يقضي أمر كان مفعولا، هو الذي يحكم بين العباد. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لأن هتسأل الحاكم الظالم مش هيديك، بتسأل مين بقى؟ تسأل ربك. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كان النبي كانوا مع سفر في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة، ونزلوا منزل استراحة، يعني نزلوا في أثناء سفرهم منزلا للاستراحة. واللي بينزل استراحة بيعمل ايه؟ منهم من يصلح خباءه، يعني بيصلح الحاجة بتاعته، الخيمة بتاعته بيوضبها عشان يقعد يستريح ينام تحتها، ومنا من ينتضل
وبعضهم من الشباب الصحابه قاعد ايه يرمي بالسهام ويتمرن كده ويجري ويرميه ويعمل يلعب ينتضل، كانوا يلعبوا بالرمي علشان يتقنوه يعني، فينتضل يعني يرمي بالسهام. ومنا من هو في جشره يعني يخرج دوابه للرعي يأكلها، مشغول بإيه؟ بالدبة اللي كان راكبها. جشره يعني يخرج دوابه للرعي، يعني مشغولين، هم نزلوا منزل كل واحد مشغول في حاله، اللي بيوضب بخيمة ينام تحتها، واللي قاعد يلعب بالسهام كده ويلعب ويمرن نفسه بالإيه في النشان، والتاني واخد الدبة بتاعته يأكلها، مشغولين يعني. فسمعوا منادي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، والصلاة بالفتح منصوبة على الإغراء، وجامعة تبقى حال، الصلاة جامعة وهو نداء لغير صلاة الفريضة، نداء لغير صلاة الفريضة، فهو نداء أيضا في صلاة التراويح، نداء في صلاة العيد، نداء في صلاة الاستسقاء، نداء في صلاة الكسوف. أما صلاة الفريضة فنداؤها هو الأذان المعتبر المعروف، ويجوز فيها رفع إيه؟ رفع التاء، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة لغة تجوز، يبقى يجوز الرفع على إيه؟ على الابتداء، والأولى النصب لأن الرواية الواردة عن النبي بالنصب على الإغراء، الصلاة وتبقى جامعة حال. فاجتمعنا، سمعوا النداء ده، كل واحد ساب اللي كان مشغول فيه واجتمعوا، يبقى النبي عايزهم هيقول لهم حاجة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، اللي هو الجيل الأول يعني، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يرقق يعني يزين، يعني كأن الفتنة تزين وتمهد للفتنة التي تأتي بعدها، فتنة تزين وتمهد للفتنة التي تأتي بعدها، هذا معنى. وقد يكون يرقق بعضها بعضا، أي الفتنة تأتي فتكون الفتنة التي قبلها تقول إيه، كانت أخف منها وكانت أرق منها، يعني كل ما الإنسان يجيله فتنة يقول يا ريت اللي فات كان أخف وكان صايم، كنا يا ليتنا كنا رضينا باللي فات، فهمت ازاي؟ يبقى الناس مش راضيه، يقوم تحاول تغير، تقوم تقع في اشياء تكون اشد سخطا من التي كانت قبلها، فيقول يا ليتنا لم نغير، فهمت ازاي؟ ادي معناه يرقق بعضها، يبقى يرقق بعضها بعض، اما يمهد بعضها لبعض يعني يزين بعضها لبعض، او اما يخفف بعضها بعض، تحتمل المعاني دي كلها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل وجه صحيح. ونحن نعيش هذه الفتن، وبالفعل كثيرا ما يحدث للإنسان يتمنى ما كان قبل ذلك ويتمنى ما كان لم يرضاه قبل ذلك. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هتهلكني أكثر يعني. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يزحزح عن نار الفتنة أولا ليزحزح عن نار الآخرة ويدخل الجنة، جنة الألفة والطاعة قبل جنة المأوى، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ودي كلمة جامعة مهمة، يبقى لما تكون الأمور ملتبسة عامل الناس بما تحب أن تعامل وخلاص، وسب أمرك لله بقى، هو الذي يفصل بين العباد.
لكن تأتي للناس ما تحب أن إيه يؤتى إليك. يبقى تأتي تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، واضح؟ عندما تلتبس المواقف، ودي قاعدة عامة سواء في فتنة أو في غير فتنة، عامل الناس كما تحب أن تعامل. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، يطعه في المعروف يعني إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، ده إنه التاني هيعمل إيه؟ هيعمل فرقة، والفرقة تؤدي إلى إراقة الدماء وتؤدي إلى الفوضى وتؤدي إلى الفساد العريض. فاضربوا عنق الآخر يعني إن لم يتنازل بطريقة سلمية، لكن لو جاء الآخر ينازع ملكه وجيش جيوشا، يبقى في الحالة دي وجب على الإمام الأول أن يقاتل الإمام الثاني، ووجب على من بايعه الإمام الأول أن يقاتل هذا الثاني معه ويصير دمه هدر. كل ذلك من باب تقديم المصلحة العامة وهي ألفة المسلمين واجتماعهم على المصلحة الخاصة وهي عدم إراقة دم هذا الآخر المنازع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني صدري يعني حفظته يعني. فالإشارة إلى القلب هنا بمعنى الحفظ، حفظ الصدر، يعني ضبطته أيضا لفظا كما سمعته أذناي، ضبطته لفظا وحفظته باللفظ. فأهوى إلى أذنيه يعني أشار إلى أذنيه، أدي أهوى، أهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي، أدي معنى كده فهم؟ بيؤكد يعني. فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال له طب ما عمك معاوية بن أبي سفيان وبينازع علي بن أبي طالب بعدما بويع بالخلاف، وعايزنا كمان نجيش الجيوش ونروح نقتل وننفق اموالنا في تجيش جيوش بالباطل، فهياكل اموالنا بالباطل، فهمت ازاي؟ نعمل ايه بقى؟ ادي الكلام بتاعه. قال فسكت ساعة ثم قال اطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله، لانه لما غلب خلاص اخذها بالغلبة، هنعمل ايه؟ هنفضل نحارب الى يوم القيامة بقى؟ اخذها بالغلبة، اسكن بقى واطعه بقى في طاعة الله وعصيه في معصية الله، لأنه أخذها بالغلبة والقهر. فهمت بقى المسألة؟ لكن لا تظل الصراع إلى ما لا نهاية، لابد أن نصل لمرحلة يتوقف الصراع، ولو على يعني ولو ليس على مقتضى الشرع الشريف، لأن مقتضى الشرع الشريف إيقاف الصراع. فلو وصل للخلافة بطريقة غير مشروعة نسلم له حتى نوقف الصراع، ويكون أخذها بغير بغير شرع اسمها عليه هو، يحاسب عليه يوم القيامة، وإحنا نطيعه في طاعة الله ونعصاه في معصية الله، وتبقى طاعة مستنيرة وليس طاعة عمياء. فلا يوجد طاعة عمياء أبدا في الإسلام إلا في الفرق الضالة، الطاعة مستنيرة تقوم على طاعة الله، طاعة الأمير فيما أقره الله ورسوله، ونعصاه إذا أمر بمعصية، يعني لا ننقاد له في المعصية ولا نخرج عليه إن أمر بمعصية، بل لا ننقاد له فقط بل ولا نخرج عليه.
لا ننقاد ولا نخرج عليه. عدم الانقياد حتى تبرئ ذمتك، وعدم الخروج عليه حتى تؤمن المسلمين على دمائهم واموالهم، لانه لتقتل وتزهق مئات الارواح. انظر الى الدوله الامويه كيف ازهقت مئات الالوف من ارواح المسلمين والعلماء حتى تظل الحكم في يدهم. ثم انظر الى الدوله العباسيه كيف اخذت الحكم من الدوله الامويه بازهاق مئات الالوف من الارواح، حتى ان مؤسس الدوله العباسيه سموه السفاح، لانه كان يقتل بمجرد يعني الـ 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 الاشاره، فقتل مئات الالوف من المسلمين. وانظر الى الخلافه العثمانيه كيف آلت اليها الخلافه بقتل مئات الالوف من الناس، وهكذا. فالصراع على الحكم يؤدي الى قتل مئات الالوف ومئات الالوف وملايين، وبالتالي الخروج على الحاكم يؤدي الى هذا. فالخروج عليه غير مشروع لما ينبني عليه من مفاسد اعظم من الصبر على ظلمه وعدم طاعته في ظلمه. فانت لا تطيعه في ظلمه وامكث في بيتك واديه حقه، اي في طاعه في امرك اذا امرك بطاعه الله. هذا هو فقه المسلمين الذين تعلموه من دينهم ومن احاديث نبيهم، بخلاف فقه بقى الثوره والتهور والشباب الجاهل والفقه الامريكاني، الدين الامريكاني الجديد الذي لا نفهمه ولا نعرفه، حتى يجعلونا نزداد ضعفا على ضعفنا فيجتاحوا بلادنا. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو المنذر اسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. ولا الأمر بالخروج على النظام؟ الأمر بالصبر ولا بالخروج على النظام والفوضى؟ وإحنا مذهبنا عند المسلمين الصبر جميل، ومذهبنا الصبر مفتاح الفرج، والله مع الصابرين، ولا الله مع المتهورين والثائرين؟ شيء عجيب. علشان كده تعرف ان المفاهيم تغيرت، وبدا الاسلام غريبا ويعود غريبا كما بدا. لو قلت للناس كده يقول لك ده متخاذل، فينتهك ايه احكام الاسلام التي اقامت حضاره المسلمين بالرغم ظلم الحكام. لو ظللنا في صراع منذ الدوله الامويه الى الان ما قامت للاسلام حضاره، وما كان هناك مسلم. ولكن لما استقر هذا الامر وصبر الناس على ظلم حكامهم، نشأت المدارس العلمية ونشأت الحضارة والبنايات والتجارات، وعمرت البلاد وتربى الناس وحفظ القرآن وبنيت المساجد وعبد الله في الارض. ولكن لو كنا باستمرار في ثورة في ثورة في ثورة، لهلك الحرث والنسل. وهذه الأحكام نقولها لوجه الله، وإن كانت أصبحت غريبة في هذا الزمان على أذهان وإسماع أصحاب هذا الزمان، ولكن لا يغرك جهل الجاهل ولو كثر، وقل الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستكثارهم. وليس الصبر على ظلم الولاة معناه أنك تؤيده على ظلمه، هذا ليس معناه، ولكن معناه أنك تتجنب فتن أشد من باب درء المفاسد، لانك الخروج على الظالم ينبني عليه مفاسد اشد. انظر الى سوريا، وانظر الى العراق، وانظر الى ليبيا، وانظر الى بلادنا منذ 3 سنوات ما حدث فيه لما خرج على حسني مبارك وكان ظالما، معترفين انه ظالم، لكن الخروج عليه ماذا حدث؟ فوضى اشد، وخراب في الاقتصاد، وتوقف في الانتاج، وكل شيء، وأريقت دماء الآلاف، وأصبح عندنا آلاف من العجزة اللي فقدوا أعينهم، واللي عايشين مشلولين، واللي عايشين على كراسي متحركة. إيه الحل؟
فليس الصبر على الظالم معناه الرضا بالظلم، بل معناه تجنب المفاسد الأعظم التي تنبني على هذا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد ابن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني الأنصار سيلقوا بعد النبي أثرا، وده من علامات نبوته. بالفعل لم يتولى أحد من الأنصار مناصب في الولاية بعد وفاة النبي، بالفعل كما أخبر النبي إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبالفعل وفى الأنصار بهذا وصبروا ولم ينازعوا أحد على الخلاف، حتى أن سعد بن عبادة لما أراد أن يكون منهم خليفة ومن المهاجرين خليفة واستقر الأمر على أن يبقى خليفة واحد، وكان شعب ترك الأمر وترك المدينة وهو من أهل المدينة وعاش في الشام إلى أن مات، ولم يرد أن هو إيه يقسم عصا المسلم. هكذا استقر الأمر في نفوس الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يشقوا عصا الطاعة بالرغم أنهم لم يأخذوا ولم يتولوا أي مناصب قيادية ولا ولايات بعد وفاة النبي، وتحققت نبوة النبي فيه. قال ستلقون بعدي أثرا، قال لهم جاهدوا وخذوا حقكم بيدكم ومعكم السلاح، ولا قال لهم اصبروا حتى تلقوني على حوضي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، يعني وإن ظلموا، وطاعتهم في المعروف، يعني لا تشق عصا الطاعة بسبب ظلم الحاكم، لأنهم لا يحكمن أنبياء. ما هو النبي بيقول لا نبي بعد هيبقى ناس عاديين، والإنسان العادي مش معصوم، هيجي لكم ظالم وهيجي لكم مجرمين وهيجي لكم. طب تعملوا إيه؟ قال طيعوهم في المعروف، وإذا ظلموكم اصبروا ولا تخرجوا عليه، وسألوا الله حقوقكم. أدي الحكاية. بهذه البساطة قامت حضارة المسلمين، بهذه البساطة، الأمور البسيطة دي قامت حضارة المسلمين، ولولاها لكنا في نزاع إلى يوم القيامة لا ينتهي، لأنك تتخلص من ظالم يأتيك آخر ظالم، لأن لا يأتيك نبي، لن يأتيك وليا صالحا يحكمك. في الصراعات من الذي يفوز في الصراعات؟ أكثرهم مكرا وأكثرهم خبزا. لما يحصل صراع مين اللي بيفوز في الصراع؟ أكثرهم مكرا وأكثرهم خبزا. وبالتالي إذا تخلصت من ظالم بصراع يأتي ظالم أظلم منه لأنه أخبث منه، فاستطاع أن يتصدر، فالأولى انك انت تسكت بقى وتقول يا رب. والحياة والأيام والسنين الماضية كلها والقادمة تثبت حكمة المسلمين وفقه المسلمين وحكمة النبي في توجيه أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا نبي بعدي، خلاص انتوا هتقارنوا حكامكم بالأنبياء، حكامكم مجرمين ظلم. أنا عارف الرسول بيقول أنا عارف انهم ظلموا، هيقصروا هياخدوا حقوقكم، تعملوا ايه؟ خلاص طيعوهم في المعروف وسلوا الله ولا تخرجوا عليه، لان خرجتم عليكم الصراعات يتمكن منها اخبث الناس اللي هم يركبوا الثورات، هم الخبثاء، انما اللي عندهم مبادئ ما يتنزلش عن مبدأ وبالتالي يهزم، انما اللي بيركب كل موجه ينزل مبدأ له الحرباء، سياسه الحربايه يتلون بكل لون ويقولوا كل كلام، فدي المشكلة اللي بيحصل. شفت انت لما حصل صراع بين معاوية وعلي مين اللي خدها في الاخر؟
فين معاويه وفين علي؟ ايهما افضل؟ وايهما اعلم؟ وايهما ارقى؟ مين اللي خدها؟ اقلهم مقاما. هكذا كل صراع من يتغلب فيه هو الاقل. فهمت ازاي؟ لان الاخر ديانته تمنعه من انه يواصل المكر حتى يحصل على ما يريد، فلا يستعمل المكر ابدا. دي قاعده لابد الانسان يفهمها، وبالتالي الثورات يحصل فيها تناحر، ولا يظهر في الثورات الا اخبث الموجود. تملي الزبد تجده على السطح، وتجد الجواهر كلها موجوده في العمق. عمر ما في ما يحصل صراع الجواهر تطلع، الجواهر كلها تخمد، ويبقى في الاخر زبد جفاء. جربنا ذلك وعشناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عليكم بالصبر. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. يقول يعني ده تخاذل؟ لا مش تخاذل، لأن احنا نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على العباد، وأنه هو الذي يحكم بين العباد، وأن الدنيا ليست هي منتهى الأمر، بل هناك آخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار، وأن ليس منتهى أملنا هو الدنيا. إذا ضاعت حقوقنا في الدنيا نأخذها في الآخرة. فعندنا ما يصبرنا، عندنا إيمان باليوم الآخر يصبرنا على أننا نصبر على المظالم. إنما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لابد أن يأخذ حقه، لأنه لا يعرف إلا الحياة الدنيا. لكن نحن لا نعرف هذه المعارف، بل نعرف الوحي، ونعرف أن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أعلى. يكفينا أن هذه دنيا من الدناءة ومن الدنو، ولا يعلو فيها إلا الدني. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ يعني هم عايزين حقهم مننا اننا نطيعهم وما يدوناش حقنا، نعمل ايه بقى؟ سؤاله مش بيتسالوا يسري، ولا بيتسالوا علي جمعه، ولا بيتسالوا الشيخ سعيد رمضان البوطي، ولا بيتسالوا عالم من علماء المسلمين، ده بيتسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الى اجابه رسول الله، ان اجابها هؤلاء يقولوا حكام سلطه. فهمت بقى؟ دي المشكله، لانهم خرجوا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. ما قالوش اخرجوا عليهم، قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا من أوزار ومظالم، عليهم بقى يوم القيامة، وعليكم ما حملتم، اي من ايه؟ من عدم افساد ذات البين، وعدم شق ايه؟ عصا الطاعه، حتى لا تحترق البلاد وتراق الدماء. لو عالم قال الكلام دلوقتي يقولوا عليه ايه؟ عالم سلطه. ويجي لك شاب من الشباب الانتحاريين يفجر نفسه فيه ويقتله، مش ده اللي حاصل؟ هو ده اللي حاصل بالفعل. وعنه به قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك، امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.